القطع مع كافة أشكال الواسطة. المحسوبية الزبونية الواسطة موضوع عدد هذا المساء من بدون حرج، والبداية عينة من آراء المواطنين. كاين في كاع الميادين، فهمتي، في لي كونكور ديال لي زيكول سوبيريور، كاين في المقاطعات، كاين في السبيطارات، فهمتي، كاع المؤسسات العموميه فيهم هذه القضيه هذه. لا مالوغوزمون في اغلب البلايص الا ما كانش عندك شي واحد كتعرفو، قليل فين غادي تكون ديك المساواه ما بين كاع الناس لولوج الخدمات الاجتماعيه، خصوصا في التعليم. كيسبقوا صحاب هذا با وزير، هذا با مدير، هذا با شي حاجه، واخا تكون عندك كفاءه عليا كيخليوك ديما كتسنى، ديما في ليست داتونت. عندها ايجابيات ان الا ما تاثرش على الاخر، والايجابيه ديالها، والسلبيات تستعمل وساطه باش تستغل ولا تقرب توصل تاخذ شي حاجه للمبتغى ديالك على حساب مواطن. قوانين ولات زجريه ولا الناس تيحسوا بها، ولا حمايه لو ديكلارون ضد الرشوه باغ اكزومبل، الانظمه الاداريه ولات ان بو سيغي، ولات مزيان. بون جبتها لوكازيون، جوفي لا كنشوفو الناس كي تظاهروا. بون اون لي زونكوراج كون ميم، شي دوزو لي كونكور ديالهم لي زيكزامان، سيلي كي كومبيتون يل باسرا سي سور. هي الوساطة ولات عندنا معروفة عندنا في البلاد، وبدون وساطة راه ما يمكنش توصل لشي حاجة، وغير لا عندك شي زهر. مرحلتين تاريخيتين مر بهم المغرب، واحد المرحلة اللي كانت مهيمنة فيها واحد العقلية اللي هي ربما قبلية شيء ما، واللي كنلقاوها حاضر حتى داخل الاداره وداخل المؤسسه بشكل عام. فبالتالي هذه المساله هذه كانت كتاثر بشكل كبير على الوساطه، كانت حاضره بقوه. حاليا ما يمكنش نقولوا بان ما كايناش وساطه، كاينه مع التراجع. اذا كيحس انه محقور، انه مهمه غجينا اللي مهماش، انه كيبان ليه انه ما كيحسش بالمواطنه. اهلا بكم مشاهدينا، ارحب بضيوفي في الاستوديو، وابدا بالاستاذ فوزي بوخريز، عضو المجلس الوطني لترانسبارنسي المغرب واستاذ علم الاجتماع بجامعه القاضي عياد بمراكش. مساء الخير. مساء الخير استاذ ايمان. ارحب كذلك بالاستاذه رقيه اشمال، عضو منتدى المواطنه. مساء الخير. مساء النور ايمان. على يساري يسعدني ان استضيف الاستاذ عبد الناصر القصري، المحامي بهيئه تطوان والناشط الحقوقي. مساء الخير. مساء الخير استاذ. والترحيب يتجدد بالدكتور عبد الرحيم العطري، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع. مساء الخير. مساء الخير أستاذ إيمان. دكتور العطري، نعلق على ما جاء في الشهادات. شكرا لإيمان. ما لاحظته في هذه الشهادات هو أنه إقرار هناك من طرف الجميع، أغلب الشهادات تقر وتعترف بأن الواسطة المحسوبية هاد الزبونية مستمرة في المجتمع المغربي، وأنها هي تأشيرة العبور، هي جواز السفر وجواز المرور. لا يمكن أن تكون هناك أي ممارسة إلا بوجود شي حاجة مسخنة لك الكتاف، إلا وجود المعارف، إلا بوجود اللي ما عنده سيد وعنده لالا، وما إلى ذلك من القاموس الدلالي ربما الملتهب حول هذه الممارسة. أكيد أنه مع النقاش غتبان بأنه للأسف الشديد هذه الممارسات تحولت إلى آلية عبور وإلى آلية تحريك من أجل الدخول إلى أي مجال. أستاذ فوزي بوخريس، معظم الشهادات كما جاء على لسان الدكتور عبد الرحيم العطري تذهب في اتجاه الحديث عن انتشار الظاهرة، لكن هناك من قال بانحسارها. برأيكم هل نتحدث اليوم عن انتشار أم عن انحسار؟ نعم، يعني من خلال ما جاءت به الشهادات نلاحظ أن ليس هناك فقط تأكيد على وجود آفة الزبونية والمحسوبية والواسطة، ولكن هناك حديث بحرقة وبنوع من الاكتواء من هذه الآفة. إذا نحن أمام آفة تشكل يعني مأزق وأزمة بالنسبة للمواطن المغربي. بطبيعة الحال إذا أردنا أن نتحدث ونقارن المغرب في الماضي مع المغرب اليوم، يمكن الملاحظ بأن هناك نوع من التراجع نسبي لهذه الآفة. تراجع نسبي لا يعني أنها لم تعد موجودة في المجتمع، بل لا زالت حاضرة بقوة، يعني في مستويات متعددة ومجالات متعددة كما جاءت في الشهادات. ولكن الملاحظ بالعودة للتاريخ أن المجتمع المغربي باستمرار كان مجتمع زبوني.
هذا التوصيف هو لنجيب بودربالة، وفي دراسة في دراسته الرائدة حول واقع الفساد بالمغرب والتي أعاد صياغتها عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وفيها يؤكد على أن المجتمع المغربي كان مجتمع زبوني، بمعنى أنه يعرف زبونية معممة من القمة إلى القاعدة وعلى جميع المستويات. إذا أخذنا كمثال مثلا المخزن في تعاملاته مع المجتمع ومع الفئات ومع القبائل، كان نادرا ما يلجأ إلى العنف، نادرا ما يلجأ إلى العنف، هذا بعكس الاعتقاد. لماذا؟ لأنه يلجأ إلى وسائل أقل تكلفة وأكثر سلمية، منها يعني التفريق بين الأطراف، منها تقديم بعض التفضيل لبعض الاطراف بعض القبائل على شكل امتيازات هي الزبونية. شهادة تحدثت، نعم، على طبيعه المجتمع، نعم، المغربي اللي هو في الاصل مجتمع، نعم، قبائل. والمخزن هو يتعامل بالزبونيه ويمارس الزبونيه داخل المجتمع، وكل حاشيه المخزن وكل الوسطاء الاخرين يكرسون نفس المنطق، بحيث اننا نجد مجتمع زبوني معمم. منذ يمكننا أن نقول منذ حكومة التناوب إلى الآن، بعد بداية بناء الديمقراطية داخل المغرب والمؤسسات والإنصاف والمصالحة إلى غيره، يعني بدأ نوعا ما يسود نوع من منطق القانون، منطق المؤسسات، ولكن لا يعني هذا القطع نهائيا مع آفة. ربما بدأت تظهر بأشكال وأشكال جديدة. نعم، هناك تحول، هناك تحول. نعم، هناك الآن المجتمع بإمكانه أن يتحدث، أن ينتقد، أن لأن يعني هناك مجتمع مدني، هناك نضال وتراكم في النضال، في الفضح، في الكشف إلى غيره، كل هذا جعل نوعا ما الظاهرة تتقلص، ولكن دون أن تختفي، لأن ينبغي أن نعلم بأن حتى في الديمقراطيات العريقة ما زالت هناك ظاهرة الزبونية المحسوبية. نفس السؤال سأطرحه على الأستاذة، هي أشمال هل الظاهرة إلى انحسار أم إلى انتشار؟ وكذلك مسألة النظر إليها على أساس أنها حقيقة من حقائق الحياة. نعم، إذن هذه هي الملاحظة اللي بغيت نشير لها انطلاقا من الروبورتاج اللي كتبين أن هناك ثلاث أزمنة في الظاهرة: الزمن الماضي بمعنى أنها متجذرة، والزمن الحاضر بمعنى أنها كائنة، والزمن القادم بمعنى أنها ممتدة. وهذا ما كنختلف فيه مع الأستاذ، على اعتبار أنها هي ربما تشعبت في مجالات أخرى، هي تقنت ولكن اتخذت واحد أشكال أخرى، بحيث أنها صارت أنها أكثر ممأسسة حتى في الوسائط الديمقراطية، بمعنى أن كتلقاها في العائلة الحزبية، في العائلة المدنية، بمعنى أن ما بقاش كترتبط فقط في مؤسسات الدولة. لماذا؟ لأن ليس هناك واحد العلاقة اللي مبنية على المصلحة العامة، هي علاقة مبنية على المصلحة الشخصية، وبالتالي ما دامت المصلحة الشخصية هي قائمة مع الإنسان، بالتالي لا يمكن أن نتحدث عن أنها ستتقلص، ما دامت الشخصية يعني الذاتية الإنسان هي مستمرة. على ذكر الشخصية الذاتية أستاذة، هناك شهادة تكلمت على أن قد تكون الواسطة إيجابية، نعم، إذا كانت لصالحي وما فيهاش مستحيل تعدي على حق مستحيل الأخر. لأن المصلحة الشخصية مع عمرها ما كتمشي، يعني هي في تناقض تام مع المصلحة العامة، لأن ملي كنتكلموا على المصلحة العامة بمعنى فهي مشترك بين جميع المغاربة وبين جميع المواطنين، من عقد الزياد للشهادة ديال الوفاة. وسنت يعني تحدث بتفصيل عن هذه أشكال الزبونية وأشكال العلاقات المحسوبية الكائنة في المجتمع المغربي، انطلاقا من المؤسسات المدنية، حتى يعني للأسف هذا الفيروس انتقل حتى الوسائط الديمقراطية، بمعنى أنها صارت تورث في الارتقاء الاجتماعي وحتى في الارتقاء الحزبي والارتقاء المدني. طبعا سنعرج كذلك على هذه الفكرة بتفصيل وكيف أنها اخترقت شتى مناحي الحياة. أستاذ القصري، نريد أن نقارب معك طبيعة هذه التصورات اللي كنتكلموا عليها اليوم، اللي هي المحسوبية، الزبونية والواسطة، وكيف أنها يتعلق الأمر بتصور زئبقي. مثلا إذا ما قارناها بالرشوة، الرشوة قد نحصل فيها قرينة الإثبات وقد ندين الراشي والمرتشي، ولكن في هذه التصورات يصعب الأمر. صحيح الأستاذة، أن الرشوة هو فعل قائم وكائن بين أطراف، وهنالك وسيط وهنالك مادة. فيما يخص لا الوساطة ولا الزبونية ولا المحسوبية، هي عملية زئبقية ولا هلامية، يمكن تتشكل بعدة أشكال لا يمكن ضبطها، لأن العلاقات الإنسانية هي علاقات مفتوحة، ومرتكزاتها هي مرتكزات إما عرقية أو قبلية أو دموية. أنا قد أتفق مع المتدخلين السابقين الأساتذة، ولكن أن الإطار العام هو أنه
المحسوبيه ولا هاد الافات الاجتماعيه ضربت الاطناف ديالها في المجتمع المغربي هي نتاج هذا المجتمع. معنى نتاج هذا المجتمع ان المجتمع هو الذي كيخلق هذه العلاقات، والافراد داخل المجتمعات هم الذين يحركون العلاقات فيما بينهم، وبالتالي كيبقى المجتمع هو المسؤول، لان الشخص الموظف او المتحزب او المسؤول او المخزن هو نتاج، هو ما جاش من جهه مجتمع اخر، هو مجتمع مغربي، وان نحن نساهم. تنتصرون هنا لمسؤوليه الفرد اكثر ما اننا نلقي المسؤوليه على عاتق الدوله، مسؤوليه الافراد. ان الافراد هم اللي كيخلقوا هذه العلاقات اللي هي شاده. هذا في نتاج ولا في اطاره العام هو ان هنالك مجتمع متخلف ماشي ديمقراطيه، لماذا الذي ما يمكن بالنسبه لي، لان المجتمعات الديمقراطيه المجتمعات اللي فيها التعليم فيها الصحه فيها المستقبل فيها الحاضر فيها الماضي فيها تاريخها النقي. احنا المجتمع المغربي عاد نتلمس الخطا الى بين ما يسمى بالدوله الديمقراطيه. كيف يعقل ان عقليات اللي هي متخلفه في علائقها اليوميه فيما بيننا انها تنتج لك ما هو ايجابي؟ اذا المجتمع ولا الفرد المغربي كيخلق هذه العلاقه هذه، وبالتالي انه غادي يزيد يطورها اكثر هي ملي كنلقاو ان التنظيمات السياسيه اللي هي كتحكم، ملي كنقولوا تنظيم سياسي وخاصه في الدستور الجديد من له الاغلبيه ولا من له الاكثريه الى اخره، داخل التنظيمات السياسيه ما كاينش ما يسمى بالديمقراطيه، حتى هي فيها المحسوبيه والزبونيه الى اخره، وبالتالي كتنتج لك علائق ومنتوجات اللي هي في التاريخ تصرف في اليومي يعني وتنتشر. إذن هذا اذا كيفاش كنطلبوا لاساسي حاليا هو كيفاش نخرجوا من هذه البوترقه. غادي نتطرقوا كذلك ربما مداخل اننا نتجاوزوا هذه الحاله. هنرجع لك استاذ دكتور عبد الرحيم العطري، تكلمنا على ثلاثه المفاهيم اليوم وهي اللي جعلناها موضوع العدد، الواسطه المحسوبيه والزبونيه. واش كنتكلموا في نهايه المطاف على مفهوم واحد ام هي مفاهيم تختلف؟ نعم. كل مفهوم يختلف عن الاخر. استاذ ايمان، يمكن ان نقول باننا نتكلم عن نسق، نسق يتاسس على التراتبيه، يتاسس على لا تكافؤ، على التمييز بين من يملك وبالله من لا يملك. وهنا من اجل تنزيل النقاش اكثر غنرجع للقاموس الدلالي، لان ربما القاموس الدلالي للاستعمالات ديال هاد الثلاث مفاهيم الاساسيه هو اللي قربنا اكثر. المغاربه ملي تيبغيو يهضروا على الزبونيه والمحسوبيه تيستعملوا واحد الكلمه مثيره وهي البيستون. البيستون ملي ترجعوا الناس اللي تيعاودوا الماطر ديال الطوموبيلات ولا الماطر العاديين، ملي تيعاود الموتور تيخصل له يعاودوا، تيعرف بان جوج حوايج اساسيه في الموتور اللي خصها تعاود، هي البيستون والساغمات. والبيستون هو المحرك الاساسي، هو اله الدفع او قوه الدفع بالاساس. ولهذا المغربي ملي تمشي مثلا باغي تمشي للسبيطار ولا باغي تمشي للخدمه ولا تمشي اي بلاصه، اول سؤال تيقول لك واش عندك شي بيستون؟ واش عندك باش تسخن الكتاف ديالك؟ او الكتاف ديالك غيكونوا لاصقين مع الحيط اللي بارد؟ او عندك شي معارف؟ اول سؤال واش عندك المعارف حتى تمشي، يعني القوه الدافعه التي تنقلك من وضع الى وضع اخر، من وضع غير مرغوب فيه الى وضع اخر مرغوب فيه. اذا هذه البنيه الاساسيه هي بنيه تتاسس على الشخصانيه، يعني الشخص يولي اهم من يعني المؤسسه، تتاسس ايضا على العلائق، هي ان العلاقه هي الاساس، ثم تتاسس على الخدمه الانتفاعيه، انه كاين واحد الطرف تقدم لك خدمه بالاساس هي خدمه اما ديال الحمايه، اما ديال الدعم النفسي او الدعم الاجتماعي او الدعم المادي، وكاين انت اللي هو تطلب هذه الخدمه خصك تقدم الولاء وتقدم. ولهذا تنتوليو محسوب على فلان، محسوبيه الاصل ديالها ميمة، انك من محاسيب فلان، حواز عند فلان، من الناس الذين ينتمون الى فلان. اذا الامر يتعلق بنسق دلالي يشير على علاقات زبونيه، علاقات تراتبيه فيها عدم التكافؤ في الفرص، وفيها ناس اللي عندهم وناس اللي ما عندهمش. نستأنف نقاشنا لكن بعد متابعه الروبورتاج الاول في هذا العدد، كوترة حمومي تقارب الموقف او المواقف من ممارسات المحسوبيه الزبونيه والواسطه، ترصد مدى تأصلها فكرا وممارسه واختراقها للمجتمع بمختلف مكوناته وانشطته قبل ان تتوقف عند موقف القانون ومداخل التطبيق. الزبونية المحسوبية الواسطة، تعددت المفاهيم والمدلول واحد، مكون أساسي من مكونات منظومة الفساد التي تنخر المجتمع. توظيفات وتعيينات مشبوهة وخدمات اجتماعية إدارية وصحية تحت الطلب، ممارسات تغيب فيها مبادئ الاستحقاق والكفاءة لصالح علاقات القرابة والانتسابات القبلية والولاءات الحزبية والمصالح المتبادلة بين الأفراد والجماعات.
هاد الثقافه ديال انه ما يمكن نعملوا حتى حاجه الا ما كانش عندنا وسيط او زبون، هي كاينه في المجتمع ولدى فئات متعدده ومتنوعه، يعني الكل عنده هذه القضيه. لان باقي ما كنقبلوش انني نمشي ونشد النوبه ونعمل الصف ونحترم الناس اللي امامي، ولكن كنقول خصني نمشي انا بسرعه، اما لموقع او لقرابه او لعلاقه ما، انا خصني السرعه في الانجاز. هذه السرعه في الانجاز اما غتجعل الواحد يقلب على وسيط او زبون او غادي يقلب على سمسار. ولهذا هاد القضيه سواء في التشغيل، سواء في قضاء اغراض اداريه، سواء في يعني في حل مشاكل عائليه او شخصيه، الناس كتبحث على البيستون. تأصل ظاهرة الزبونية في المجتمع جعلها بمنطق البعض مقبولة، حتى عندما يتعلق الأمر بتحصيل الخدمات المشروعة قانونيا، واقع يستدعي حسب مختصين إعادة ضبط العلاقة بين الحق والواجب. الإنسان المغربي الآن ولات عنده واحد القناعة أن إلا ما عندوش الوسيطة ما يمشيش للإدارة، وهذا أكبر دليل على أنه تركبات عندنا في الثقافه المغربيه ديالنا، في عمق الثقافه المغربيه، انه الانسان تيخصو تكون عنده وساطه عاد يمشي للاداره. بمعنى ان الحق المكتسب خصنا نديروا له وسيطه باش نقبضوه. اذا فهذا دليل على انه يجب مراجعه الامور. هذا سؤال هذا نداء موجه للذين يهمهم الامر، انه مراجعه الامور، لان هذه الوضعيه غادي تؤدي بنا لواحد اللي سميتو وراه مسببه في واحد انتكاسه للاداره المغربيه. في التوصيف القانوني لم يرد نص صريح يجرم الزبونيه، بل لمح اليها المشرع في النصوص المتعلقه بالرشوه، وربط تجريمها بوجود مقابل مادي او هديه كقرينه تلصق التهمه بالوسيط او المتوسط لها. المشرع المغربي تحدث أو لمح إلى الوساطة من باب التجريم، وربطها بتقديم الطلب أو يعني أو قبول هدية أو قبول مزايا أو فائدة أو شيء من هذا القبيل مقابل الحصول على خدمة أو الامتناع عنها، سواء كان تعلق الأمر بقاضي أو بموظف عمومي. وجاء هذا التوصيف القانوني في باب متعلق أو معنون بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وبضبط الفصل 228 الذي تحدث عن عقوبة من سنتين إلى 5 سنوات. الحرب ضد الزبونية المحسوبية والواسطة قد تكسب واحدة من جولاتها زجرا، لكن الحرب صولات وجولات لن يتأتى حسمها إلا بتبني مقاربة وقائية تنبني إلى جانب التحسيس والتوعية على عقيدة الاستحقاق وتكافؤ الفرص وغيرها من قيم المواطنة الحقة. واصل النقاش مع الأستاذ فوزي بوخريس. دائما في سياق التحديد المفاهيمي أو الضبط المفاهيمي لهذه التصورات التي نتحدث عنها اليوم. قبل ذلك أريد أن أعرج على فكرة بسرعة. يعني عندما قلت بأن الآن ظاهرة في انحسار مقارنة مع الماضي، لأن الآن يختلف عن الماضي. الماضي لم تكن هناك مؤسسات، لم تكن هناك قوانين، لم تكن هناك يعني توازن لهذه المؤسسات نسبي. الآن نحن في مجتمع آخر، مجتمع فيه رقابة، فيه يقظة. من خلال الشهادات يظهر بأن المجتمع المغربي أصبح أكثر يعني ملاحظة للظاهرة وأكثر وعيا بها وتنديدا. على الأقل تنتقد. نعم، تنديدا. قبل ذلك لم تكن تنتقد. نعم، وهذا ولكن في كل الأحوال فالظاهرة خاصة في نظر يعني وجهة نظر ترانسبارنسي المغرب، فالزبونية والمحسوبية والواسطة هي شكل من أشكال الفساد. بالنسبة للتحديدات المفاهيمية اللي باغي أن نميز ما بين كليونتيليزم اللي هو الزبونية، واللي المقصود به واحد العلاقة تبادلية بين شخصين غير متكافئين كما جاء في التدخل ديال السي العطري، بين اللي كنسميوه الوجيه والنافذ أو الباترون بالفرنسية، ما بين كليون يعني واحد يقدم خدمة مقابل واحد الرد اللي هو ولاء، واحد خدمة مقابل خدمة إلى غير ذلك. معناه أننا أمام واحد العلاقة تبادل اجتماعية غير متكافئة، وينبغي أن نميز ما بين الزبونية وما بين شكل آخر اللي ما خصناش نخلطوه به، اللي هو محاباة الأقارب
بتوظيف مثلا او غير ذلك، بمعنى اننا نحن هنا امام مفهومين مختلفين. يعني انا تحدثت عن الزبونية عندما يكون الامر خارج اطار العلاقات القرابيه، خارج اطار العلاقات القرابيه، علاقات دمويه او مصاهره، نعم، او خارج، نعم، هذا الاطار، لان مع يعني خلاف ذلك نحن امام مفهوم اخر اللي هو محاباه الاقارب، محاباه الاقارب. بالنسبه للمغاربه، المجال الاساسي الذي تظهر فيه التمييزات بطبيعه الحال هو مجال اللغه، لان اللغه تكشف عن المجتمع وعن تمثله الظواهر، ومنها ظاهره الزبونيه، بحيث اننا نستعمل كما جاء في التدخل ديال الاستاذ العطري عده تعبيرات نستعملوا: ركيزه، المعارف، الوجوه، الكتاف، باك صاحبي، نعم، وصاني عليك. اذا هذه كلها تحديدات معجمية، نعم، امثال شعبيه مثلا اللي ما عندوش سيد وعندو لاله، نعم، اللي ما عندوش جداه في العرس، نياب لوجو الاخرى نياب لوجو الاخرى بزراوط. اذا هذه كلها يعني امثله تعكس التمثل المغاربه لظاهره الرشوه، المحسوبيه والواسطه. والمحسوبيه والواسطه والزبونيه ينبغي ان نميز فيها ايضا بين الواسطه والمحسوبيه او الوجاهه. ولماذا؟ لان الواسطه هي نوع من تقديم خدمه بدون يعني غير قانونيه للغير، ولكن بطريقه غير مباشره، لانك تحتو على واسطه، على واسطه يعني ماشي بشكل غير مباشر. بينما الوجاهه مثلا الباترون يعني الزبونيه كنتحدثوا على تقديم خدمه للغير، ولكن بطريقه غير مباشره، لان كاين يعني الباترون اللي كيقدم خدمه للزبون او النافذ او الوجيه، ولكن كاين الوسطاء دوك السماسره اللي ايضا يقومون بهذا الدور. اذا ينبغي ان نضع هذه التمييزات باش بين المسائل. في كل الاحوال نحن نتحدث عن تقديم افضليه لطائفتين او لافراد بشكل غير قانوني، يعني نوع من تمكين بعض الاطراف من امتيازات، من خدمات، من بشكل غير قانوني وغير مشروع، حتى ولو كان بدون مقابل، حتى ولو كان بدون مقابل. سأواصل مع الأستاذة رقية أشمل للحديث عن أن هذه الممارسات ظاهريا نندد بها، نعم، نرفضها، ولكن إذا أتيحت الفرصة لكل واحد منا أنه يستفد من هذا، نعم، من هذه المسألة، هل سنقف بالمرصد أو أننا لا نتحدث إلا عندما نكون ضحايا، نعم، بمعنى أنها أشياء محتفى بها. نعم. إذا قبل أن نتكلم على هذا الوجه التضامني، لأنه فيه جوج العلاقات بين الوسيط يعني اللي كيكون داخل الوسيط والإنسان أو الكليان، بمعنى الزبون ومنها لا كليونتال، يعني كان حتى في اللغة الدارجة كنقولوا الكليان وكنقولوا الوجاه في المجتمعات البدوية، هذا عنده وجاه أو لا ما عندوش وجه. اذا هذه المصطلحات كيف ما قال الاستاذ بانها كتقارب في المفاهيم ديالها، ولكن عندها حقل دلالي واحد، هي علاقات الولاء. علاش؟ لان ما كايناش علاقات تعاقديه بين المواطن وبين المؤسسه اللي مبنيه على الاستحقاق، بمعنى ان هناك مواطن من الدرجه الاولى، مواطن من الدرجه الثانيه والثالثه على حسب قدر الولاءات. هذه المساله شنو كطرح؟ كطرح كيف ما يعني في السؤال ديالك يعني جوابا عليه، واحد النوع من الاهتزاز النفسي او التناقض النفسي. كتلقى استاذ وكيخلص ساعات الخصوصيه على الابن ديالو رغم انه متفوق، فقط محاباه للاستاذ باش يحصل على واحد النقطه معينه. كتلقى كذلك منعقد الزياد، يعني ان الانسان مرتبط في حياته كيف ما قلت فيما قبل بينعقد الزياد، كتلقى انه باش يحصل على واحد الوثيقه كيسول واش كيعرف فلان. كتلقى كذلك حتى في الموت، في المقبره، في سيارات الاسعاف. اذا هذه التجليات كلها كتلقى ان الانسان ملزم. علاش؟ لانه في وضع خاص اللي كيلزم له، ولو انه كيكون منظر سواء في على المستوى القانوني او المستوى المدني، كيلقى راسه حبيس والمكره انه يتعامل بهذه التعاملات الشاده، وتتخلق من الانسان في واحد النوع من الاهتزاز ونوع من التناقض. وهذا كيحني على واحد المداخله ديال الاستاذ العطري في ندوه ما في كليه علوم التربيه، ان تتخلق واحد الاهتزاز نفسي عند الانسان، بحيث انه كيمكن له مثلا باش يقضي واحد الغرض معين بالخصوص الناس ديال الهجره او ما الى ذلك، كيفيق الصباح ويطلب الله تعالى، بمعنى انه كيستعمل واحد الوعاء روحي، وكتلقاه في نفس الوقت كيستعمل كليان، بمعنى انه كل وسائل كيستعملها باش يعني جميع التناقضات يستعملها في كفته من اجل انه يحصل واحد المصلحه معينه. وهي اللي قلت فيما قبل بان المصلحه الشخصيه تدوب كل العلاقات الروحيه والعلاقات الاخلاقيه والعلاقات القيميه
الإنسانية، لأن الإنسان أن ذاك لا يحده إلا واحد الحد أناني أنه يحقق المصلحة الشخصية دياله في أسرع وقت، لأن المسألة مرتبطة كذلك بوقت، لأن المواطن عنده أمام واحد الرزمة ديال يعني ديال المساطر الإدارية، ثم أن الإنسان في علاقته مع الإدارة أو مع المؤسسة وكأنه مدفوع إلى النار. كتلقى أن الإنسان الصباح باش يمشي يحقق واحد يعني واحد الوثيقة معينة اللي من حقه يعني ما وما كان للأسف كنوجدوها على النقيض لما أنه ملي كيخلص الضريبة، بمعنى أن الدولة تجتهد اجتهادا في أنها تأخذ ضريبة في الوقت المناسب، فلو أنها كانت كان هناك اجتهاد متكافئ قضاء حوائج الناس أنا ذاك يمكن أننا نتحدث كذلك على التربية المواطنة، لما نتحدث عن الضريبة المواطنة فيعني يعني هذه المسألة تخصها في المقابل أننا نتكلم كذلك على الحق المواطن، أن المواطن كذلك في أسرع وقت وفي شروط مناسبة وفي أوقات مناسبة وفي ظروف مناسبة، خصوصا مع هذا التطور الجديد يعني التكنولوجيا أن تكون الإدارة الإلكترونية. هذا ما ينبغي أن يكون المواطن. إحنا مازال أن كنجرح وما هو كائن. نعم. أتحول الأستاذ القصري باش نتكلم معك على الأشكال ديال هذه المحسوبية والزبونية والواسطة وكيف أنها اقتحمت أو اخترقت جميع مناحي الحياة. اليوم إلى بغى الإنسان يواصل دراسته الجامعية خص تكون عنده واسطه باش يجتاز المباراه، حتى الحق في التعليم كنا كنتكلموا او كانت محدوده في مستويات مثلا الشغل او لا يحقق يعني يكتسب شي حاجه، اليوم حتى في ابسط الحقوق الصحه مثلا كذلك. نعم استاذه اللي اتفقوا عليه ان ثلاثه ديال المسائل الزبونيه والمحسوبيه والوساطه هي ثلاثه ديال الروافد تصب في الرشوه. كيقولوا كلمه رشوه هي واحد المنفعه اما قيام بعمل او الامتناع على عمل. وخا ما يكونش فيها ما هو مادي راه هي رشوه. عندنا خروج عن الاطار والعلاقات العاديه وتصب في علاقات اللي هي شاده. فيما يخص الحياه اليوميه كما قلنا بان ما كاينش ما يسمى بالديمقراطيه، ما كاينش ما يسمى بالمواطنه. ان المغاربه ما بقاتش عندهم حب الوطن. ان ذاك الموظف اللي جالس وراء منضاضة على كرسي خصو واحد الدخل يومي. باش نكون واضحين اكثر ونبسطوا الامور، لان موظف كيربح 2000 درهم عنده الكرا عنده 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 كيخص واحد المواطن اللي يجي عنده يزازرو سميها ما شئت، يتعاون معاه يدور معاه في سبيل الله. وهذاك المواطن شكون يتضامن معاه؟ دابا كنهضروا على هذه العلاقه فيما بينها جوج ديال الناس، خصو ياخذ له ذاك 50 درهم ولا 20 درهم لان هو عنده مصارف اخرى. اذا هذه كتزيد وكتكبر. كتمشي للشغل، كتمشي للصحة، كتمشي للتعليم، كتمشي وكتمشي وكتمشي. أنا أتفق مع الأستاذ أنه هنا اللي كان حصار، هنا اللي كبدا شوية ديال الوعي الجنيني داخل المجتمع في حصر هذه الظاهرة. أتفق، ولكن هذه الظاهرة زادت أكثر استفحالا على المستوى الأفقي. يعني دابا هي عمودية وماشي أفقية، إذا كان المجتمع في شرائحه الاجتماعية والطبقات ديالو هكا، يعني على مستوى السلطة الفوق، كنلقاو أن حاليا الزبونية والمحسوبية والوساطة انك تعطى الناس. اعطيك على سبيل المثال كيجيو كنشدوا واحد القطعه ارضيه واحد الوقيته كتلقى تحلت واحد الطريق بين نقطه ونقطه، ولكن وصلت واحد النقطه وتم دار فيها الاعوجاج. كان كيخصها تمشي نيشان لان الارض وطا سهل ممتد مبسط. وكيفاش كتكتشف بان هنالك وساطه ولا محسوبيه ولا رشوه؟ هو غدا ملي كيظهر لك واحد المركب سكني تما ديال فلان ولا فرتلان، وبالتالي ان هذا السيد هذا باش ما يدخلولوش في ذاك القطعه الارضيه ديالو دازو ريبو ديور ديال الناس الى اخره. اذا هو المشكل هو مشكل مجتمعي ومشكل قانوني. الدوله لحد الساعه لا تلامس هذا الموضوع هذا. حتى في القوانين ديالها ما كتهضرش على الوساطه، كاين قوانين كاين فصول خاصه في الزبونيه لدى الهيئات المحامون. على ذكر القانون يعني كانت واحد المداخله ديال طبعا المحامي اللي كان معنا في الروبورتاج وتيتكلم على ان القانون لماحه. هل القانون يلمح؟ يعني المفروض انه يلمح. يفترض ان يحسم ولا يلمح. هذه نفحات صوفية في القانون، ماشي هذا القانون. القانون لا يلمح، القانون كينزل نص القانون كما هو واضح في جمله في تراكيبه. ما كاينش اللغة تلمح. ما عندناش نص قانوني اليوم يتصدى لها. احنا اللي كنقولوا المناطق محتمل واحتمال سقط به الاستدلال. إذا ما كانش النص القانوني واضح ما كيأديش. احنا عندنا خاص ما يخص الرشوه، ما يخص الوساطه ما كاينش. انا بغيت نعطيك مثال اخر اقرب وهي الزبونيه او جلب الزبناء لدى مهنه المحاماه. هنالك عقاب، هنالك متابعه تاديبيه لدى مجالس الهيئات الى اخره، ولكن ما كاينش هنالك ما يسمى بالزجر. هذه مساله خطيره، لان القانون الحالي ولا الترسانه القانونيه اللي عندنا حنا في المغرب، لان شكون هو المشرع؟ هو نتاج المجتمع، والمشرع ديما كيدافع على المصالح ديالو الطبقيه. لان الناس هذو اللي كاينين في البرلمان الاغلبيه ديالهم طلعوا بهذه الطريقه هذه.
اما عن طريق الاعيان، اما عن طريق الرشوه، واما اما 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 عن طريق الزوير. منين وصلوا لهذا البرلمان؟ لا يمكن ان يشرع عكسها، لان ملي كنجيو حنا واحد السيد وكنوظفوها، باش نكونوا واضحين، خصنا نهضروا واضحين ياك بدون حرج. بدون حرج. كنوظفوها سيدي وكنقول له باش توصل لهذ الوظيفه خصك 5 مليون. واش كتنتظر من ذاك الموظف اللي غادي يجلس على ذاك الكرسي غدا؟ انه غادي يجي وغادي يخدمك خدمه اللي هي ديال المواطن بعداله وبديمقراطيه وبشفافيه. خصو تيجمع 5 مليون ديالو، وهذا حقه لنا وخلصوا. لينا وسيم يجيب عليها 5 مليون اخرى. لينا يجمع 5 مليون عاود خصو يجمع 5 مليون اخرى، وهي مشى وهي مشى. اذا هذه ظاهره ماشي بهالسهوله. واخا ربما عندي انطباع بان الابواب مغلقه ولن نستطيع ان نتحرك من هذا الموقع اللي احنا فيه، ولكن غنحاولوا مع التقدم في النقاش نقلبوا على مداخل ديال الحل. لكن ما جعل اللسان ديال الاستاذه هو خص التحديد. والحداثه هي مدخل للتحديد، باش نحددوا هذه البنى الاجتماعيه اقتصاديين وسياسيين وفكريين وتعليميين. خاص التعليم، التعليم الاستاذ، الا ما كانش عندك التعليم راه ما عندك والو. راه الدول ديال اسيا كانوا بحالنا بحالهم، ولكن من نتجوا خلقوا المواطن المغربي، الطفل المغربي هذا الرجل الغاد قراوه، ملي كيقرا كيوعى كيعرف حقوقه. نرجعوا طبعا للجانب هذه المساله ديال التربيه والتنشئه كذلك عبر مختلف قنواتها. دكتور عبد الرحيم العطري، نرجع للاشكال. نعم. الاشكال، الصحه، التعليم، الشغل، الجانب الثقافي، القضاء، حتى الرياضه فيها المحاباه والوساطه. حتى المقدس، حتى الحج. حتى الحج. الوساطه والمسؤوليه. يعني هذا هو الخطير في الامر والمثير في الامر للايمان، هو انه اذا كنا قبلا كانت بنية، يعني هذه البنية، وأتحدث عن بنية مبنينة ومبنينة في نفس الآن، لأن تنتج وقائع اجتماعية وتؤسس لمنطق اجتماعي كلنا نطبع معه بشكل الأشكال. والدليل على ذلك هو أن أي واحد سواء ارتفعت الرساميل الرمزية دياله ولا هبطات، أول سؤال من تيبغي يمشي لشي إدارة معينة تيسول واش تعرف شي واحد تما. سؤال المعارف، حنا تنهضروا على واحد البنية زئبقية اللي هي غير محددة. الرشوه كما قلنا كاين فعل مادي، ولكن هنا بنيه زئبقيه، المعارف، الكتاف، البيستون، يعني كل هذه الاشياء كلها يعني زئبقيه بالاساس وعصيه على القبض. الان عندما نتساءل تلقوا بانها الظاهره ما بقاتش فقط حكر فقط على حجز سرير في المستشفى، ما بقاتش حكر على عقد ازدياد، ولات حتى في بعض المناطق اللي كنا ربما شحال ديما تنقولوش بان كاينه، حتى في التعليم دابا الماستر ولا الدكتوره ولا مرتبط بالمعارف في كثير من الاحيان، وهذا هو المشكل الخطير في الامر. من توصل المحسوبيه وتوصل هذه القضيه ديال الكتاف والمعارف حتى الى التعليم، فعلى التعليم السلام. المساله الخطيره في الامر انها وصلت حتى للحج، السيد باغي يمشي للحج، باغي يمشي يغسل عظامه ويغسل الذنوب وما الى ذلك، اول شيء واش تعرف شي واحد في المقاطعه راه غتكون القرعه تما؟ يعني انه حتى منطق القرعه ما رفضوش انها تشجع كل المجالات. تكلمات قبل قليل الاستاذه وقيه على الموت، يعني اليوم الواحد الا مات خصو يشوف واسطه باش يتدفن في موقع في المقبره، باش يتدفن في شي موقع. الله يرحم الوالدين فعلا، لان حتى القبور دابا حاليا خصك تقلب على قبر شوكه ويكون فيها سميتو، عنده جوج واجهات وما الى ذلك، باش ما تمشيش لواحد القبر قريب للباب، حتى الناس ما بقاش عندهم انه يدخل المقبره لداخل وهذا قضيفه وقت وما الى ذلك. يعني انه المحسوبيه والزبونيه ولات حتى في الاشياء. المساله اللي مثيره في المجتمع المغربي هو انه كاينه ديك الاسطوره ديال الدماء الزرقاء هي اللي تتاسس لهذا الشيء. ماذا اقصد باسطوره الدماء الزرقاء؟ في القرون الوسطى النبلاء كانوا العيالات ديالهم ما تيخرجوش للشمس بزاف، ولهذا كان الوجوه ديالهم بويض. دوك العبيد كانوا يعتقدوا بان هاد الناس عندهم دم ازرق. علاش؟ لان المراه ما تخرجش للزرقاء بزاف، دوك العروق ديالها تيبداو يبانو، تيبانو دوك العروق زرق، ولهذا بداو تيعتقدوا بان هاد الناس الاغنياء اللي تيحكموهم راه ما عندهمش الدم احمر، عندهم الدم الازرق. ولهذا هاد الناس بطبيعه الحال بما انهم عندهم ازرق فهم من حقهم ان يحكموا ما الى ذلك، وحقهم ان الابواب كلها تشرع لهم. اليوم في المغرب